هو 5%، يعني في تقديرات 8%، لكن أنا عم بقرأ دائما نسبة بحدود 5%. حياة الدول اللي مرتبطة بالغاز الروسي بهذه النسبة عندها قدرة التعويض من مصادر أخرى، وعندها قدرة لأن تثبت موقف الاتحاد الأوروبي اللي هو داعي للالتزام الكامل بمنطوق العقوبات يلي بيمنع أنه يتم تبادل الغاز بعملة الروبل، لأنه هذا بالنسبة لهم يعتبر فك لنوع من عدم الالتزام بالعقوبات. لكن انت ما نحن ما ننسى انه اليوم نحن عم نقرب لفصل الصيف، وبالتالي الحاجة الى الغاز بدها تخف مع الوقت. اضف انه فنلندا وكل الاتحاد الاوروبي، دول الاتحاد الاوروبي جهزوا حالهم بمخزونات. فنلندا بتقول انه عندها 80% من المخزونات مكتملة. لهذا لا يعني انه اليوم اي خطوة من هذا النوع، اي قطع للامدادات، وهذا ما اعلنته غازوم الشركة الفنلندية، سوف يؤثر إيجابا على سعر الغاز في السوق العالمي، وبالتالي إعادة تعبئة المخزونات سوف تكون مكلفة أكثر حتى لو فنلندا لقت مصادر أخرى. بعتقد أنا في مشكلة اليوم بالاتحاد الأوروبي هي مشكلة الالتزام في موضوع الدفع بالروبل. يعني في 10 دول فعليا أول ما أعلن الرئيس الروسي أعلنت استعدادها للدفع وبدأت بفتح حسابات بمصارف روسية. في 4 دول بالشهر الماضي كانت فعليا استخدمت الروبل. كل ما عم نقرب أكثر للصيف، كل ما بتوقع الدول اللي اعتمادها أقل على الغاز الروسي يكون عندها استعداد إنها تعمل نوع من الخطوة اللي هي إلى أبعاد سياسية أكثر ما إلى أبعاد طاقوية واقتصادية. وكل ما اتجهت الدول لأنه يكون اعتمادها أكبر على الغاز الروسي، كل ما حنشوف التزام أقل من قبل هذه الدول. طيب بروفيسور بيار، تحدثت عن مصادر أخرى، يعني ما هي الخيارات البديلة وما هي الجهة التي قد تلجأ إليها فنلندا لتعويض الغاز الروسي؟ في الحقيقة الآن لا يملكون، يعني ممكن يعملوا عمليات تبادل مكلفة جدا مع دول الشرق الأوسط أو مع فوائد أمكنة التخزين والتصفية، لكن هم لديهم تقدير الآن أنهم لن يكونوا بحاجة خلال الأشهر المقبلة إلى الكثير من تعبئة المخزونات، لأن حجم النزيف على المخزونات سيكون أقل. أينما ذهبت فنلندا أو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى سيكون ذلك عامل إضافي في عناصر التضخم التي تضغط على الاقتصادات الأوروبية للأسباب المتعددة، منها ما له علاقة بالاقتصاد العالمي، منها ما له علاقة بعدم اليقين في أوروبا، وهذا عامل الآن حساس جدا. عدم اليقين، الشركات تستنكف عن استثمارات كبرى بسبب عدم اليقين من المستقبل، وثالثا ما له علاقة بالطاقة بذاتها. بروفيسور بيار، تحدثت منذ لحظات يعني عن موضوع الدفع بالروبل وموضوع أن هناك أبعاد سياسية. باعتقادك إيقاف توريدات الغاز الروسي اليوم إلى فنلندا، هل هو فقط لعدم دفع فنلندا مقابل الغاز بالروبل، أم هناك أيضا له القرار له صلة بموضوع طلب فنلندا رسميا انضمام إلى حلف الناتو؟ كل هذا متكامل سيدي، معك حق 100%، بس كل هذا متكامل. اليوم في سياق عم تم دفع فنلندا نحو الاتحاد الأوروبي أكثر، وهذا له أسمان وعليها أن تتخذ مواقف تبدو فيها مستعدة تماما لمقاطعة روسيا. الأمر ليس يعني لا يمكن أخذ الأمور كل واحدة على حدة، هذا سياق سياسي له مفاعيل في المواقف الاقتصادية، وهذه أعتقد أنا إحدى أول تجلياتها في فنلندا. فنلندا خطت خطوة للتحول الكبير من دولة محايدة إلى دولة في الناتو، وأعتقد أنه حتى المحللين الغربيين، يعني أنا لا أقصد أولئك المتورطين في سياسة دعم الحرب، لكن الغرب متنوع، أنت تعرف فيه الكثير من الآراء المختلفة. لم أجد أن هناك من وجد أن في ذلك مصلحة استراتيجية
لفنلندا الخروج من الحياد. فنلندا دولة محايدة، والحياد اليوم إذا استطعنا الوصول إليه هو أفضل خيار في ظل تعقد علاقات الأمم ببعضها. الاتجاه أكثر نحو الناتو ربما يكون لأسباب اقتصادية فعليا، ربما لأن فنلندا تحتاج لأموال إضافية، وربما يكون هذا الخيار متاحا أمامها. أما بالمعنى الجيوبوليتيكي فنلندا تخسر اليوم ثروة اسمها حيادها التي حمتها حتى في ظل الصراع البارد، الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والغرب، من غير المفهوم فعليا بالمعنى الكبير، بالمعنى الحسابات البعيدة، ما هي الرؤية الحقيقية التي دفعت فنلندا إلى اتخاذ مثل هذا القرار. أشكرك جزيل الشكر البروفيسور بيار الخوري، كاتب في الاقتصاد السياسي وناشر ملف الاستراتيجي، كنت معنا مباشرة من بيروت.